طبعاً هناك مهارات عديدة متطلبة من جميع المواطنين والمقيمين وجميع العاملين في سوق العمل، ولكن تركيز الدول الآن يتجه نحو المهارات الشخصية وليست التخصصية. التخصصية مهم، ولكن التحدي هو في المهارات الشخصية. على سبيل المثال التفكير النقدي مهم جداً، الإبداع أيضاً جداً مهم، ولكن لو بلخص أهم مهارة في رأيي الشخصي بتكون مهارة تطوير الذات، لأن التعلم هو قرار شخصي.